في صوتي ضاعت الفرصة لفرصة الشبان وملعبية طالعة باش تبين جدارتها واستحقاقها بمريول الترجي الأحمر والأصفر، ومع توازن الخبرة ومفتاح الماتش سامح الدربالي. لحظة برك، مواليد 23 نوفمبر 86 900 ألف، قلب دفاع الترجي، عاش فرحة التتويجات مع المكشخة وهمها رابطة الأبطال الإفريقية تشامبيونز ليج، واللي فيها الترجي حاليا تلعب في آخر الأسبوع نهار الجمعة الريتور مع وفاق ستيف الجزائري كما قلنا الجمعة 22 أبريل 2022 على 10 متاع الليل في سهرية رمضانية تعمل الكيف، الربح ثم الربح ثم عدم إضاعة الفرصة، واللي علق عليها الكوتش للترجي مليح من أوت 2021 مجعيد يسعى لتكوين توازن وتدريب زوز في رقب التوازي. نحكي أكابر الأحمر والأصفر وشبان فيهم بورسنتاج يلعبوا شفناه اليوم ضد نجم المتلوي. وبعيدا أحبابي عن مقابلة الرابطة المحترفة وتحضيرات الترجي لدوري الأبطال، نسترجع كلام طارق ذياب في آخر استوديو تحليلي بخصوص اللاعب حمد الهوني وليزوند اللي دايرة بيه، واللي بين الكل محب للمكشخة أداء مشكل عادة ومخسارح فيما أهم بالنسبة لي، والواحد لنا يقول يعاود راهي ما تقف على حد. وسط هذا يجينا الخبر الساخن العاجل المثير اللي بيه للعناوين تتزين باش تعمل البوز والزوبعة والفنجان والدنيا الكل، وبالبند العريض يكتب صفقة القرن الجديدة، صراع ثنائي ناري بين الزمالك وبيراميدز على ضم صفاح الترجي التونسي. شهدت الساعة القليلة الماضية وجود منافسة نارية بين فريقي الزمالك وبيراميدز للحصول على توقيع واحد من أبرز لاعبي الفريق الأول بالترجي خلال فترة الميركاتو الصيفية القادمة. وفي التفاصيل الخاصة بالخبر، مصدر مقرب من الدول الليبي حمد الهوني أكد أن اللاعب تلقى أكثر من عرض خلال الفترة القليلة الماضية للرحيل عن صفوف الأحمر والأصفر وخوض تجربة الاحتراف في إحدى الدوريات الكبرى. وواصل المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه وجو ذكر أن الهوني أخبر بالفعل إدارة فريق باب السويقة أن العام الجاري يعد الأخير له مع الترجي، حيث يهدف إلى التواجد مع فريق آخر وخوض تجربة الاحتراف في واحدة من البطولات العملاقة في كرة القدم الإفريقية ودون الكشف عن أي تفاصيل. وقبل أن نتوصل إلى بعض الأنباء الذي تفيد بأن الدوري الذي سيلعب فيه الهوني الموسم القادم هو الدوري اللي فيه أصحابه المرة الأخرى، وقلنا في فيديوهات إنه مشي عمل زيارة الدوري المصري ما نعرفش كيفاش يسميه فيه عملاق، وسط وجود منافسة نارية على ضمه بين الزمالك وبيراميدز، خاصة أن القلعة البيضاء تعاني من ندرة هجومية كبيرة بعد تأكد رحيل سيف الدين الجزيري وخروج اللاعب عمرو السعيد عن مستواه المعهود وابتعاده عن التسجيل. وفي المقابل يرى بيراميدز أن كافة الخطوط في الفريق مكتملة باستثناء مركز المهاجم الصريح، حيث لم يثبت الجنوب إفريقي فخري لاكاي مستواه بجدارة حتى الآن، فيما فشل فخر الدين بن يوسف في إثبات جدارته.